شاو راجاتسي، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات تعلم اللغه الايطاليه. هنكمل مع بعض الصور التعليميه اللي كنا بنتكلم فيها. نهينا الحلقه اللي فاتت على الصوره دي، هنرجعها مع بعض ونكمل بقيه الصور. اول مصطلح عندي اسمه ميو. ميو، تو، تو، نوسترو، سوريلا، فراتيلو، اميكو، اميكا، ميو فراتيلو اي ميا سوريلا. Mio fratello e mia sorella. Questo è mio fratello. Quella è mia sorella. La nostra amica si chiama Maria. La nostra amica si chiama Maria. Questo è Marco. È un mio amico. هنا بيوريني ازاي استخدامات حاجة اسمها البوسيسيفي. أشكال، صفات وضمائر الملكية. شوف الصورة اللي بعد كده. إيو، أنا. إيو، تو، أنت أو أنتي. نوي، نحن. كوي، هنا. كوي، هنا. بارلاري، بارلاري، يتحدث أو يتكلم. إيو سونو، إيو سونو، أنا أكون. إيو سونو كوي، أنا أكون هنا. سونو كوي. تو نون سي كوي، أنت لست هنا. تو نون سي كوي. سي كوي، أنت هنا. سي كوي. نوي بارليامو، نوي بارليامو، نحن نتحدث. نون تشي بارليامو، نتكلم مع بعضنا البعض. تشي بارليامو. نون بارليامو، لا نتحدث. إيو بارلو، إيو بارلو. تو نون بارلي، إيو بارلو. تو نون بارلي. Non ci parliamo, ma بنكلم شبعت. Non ci parliamo. Qui non parlo. لا أتحدث هنا. Qui non parlo. Non possiamo parlare. Non possiamo parlare. ده أشكال الجمل. في عندي حاجة اسمها لي كاراتيستيكي فيزيكي، الصفات الجسدية. لا لي كاراتيستيكي تيكي فيزيكي، الصفات هيئة الشخص. عند كلمة طويل وقصير ورفيع وتخين. ألتو، المؤنث بتاعها ألتا. ألتو، ألتا. باسو، باسا. باسو، باسا. جراسو، جراسا. جراسو، جراسا. ماغرو، ماغرا. ماغرو، ماغرا. بيلو، بيلو، بيلا، بيلا. أنيتسيانو، أنيتسيانو، أنيتسيانا، أنيتسيانا. جوفاني، جوفاني، جوفاني. جراندي، جراندي. دي صفات الهيئة أو صفات الجسدية. نقرأ كده مع بعض. ألتو، باسو، جراسو، ماغرو، بيلو، أنيتسيانو، جوفاني، جراندي. المؤنث ألتا، باسا، جراسا، ماغرا، بيلا. أنيتسيانو، جوفاني، جراندي. الصفات المنتهية بالجمع المؤنث إيه تبقى كما هي، سواء مفرد مذكر أو مفرد مؤنث. فيربو أوزولاري، إسري إي أفيري، الأفعال المساعدة. فعل فيربي إسري وأفيري في كل لغات العالم شواذ. أفعال تستمد أهمية هذه الأفعال لأنها أفعال قوية، أفعال من أوائل الأفعال المستخدمات في اللغة، يمكن أن تضاف لأي فعل. لما أقول لك إيو أو أنا أجري، ممكن أقول لك إيو سونو كوريري، أنا أمتلك فعل الجيد. فالأفعال دي دايما موجودة في اللغات. تعال نرجعهم مع بعض كده. إسري أفيري، إسري أفيري. إيو سونو، إيو سونو. تو سي، لوي إي، لي إي. نوي سيامو، نوي سيامو. فوي سيتي، فوي سيتي. لورو سونو، لورو سونو. ده الفيربو إسري. وجايب لي مثال. تشاو، إيو سونو فيرونيكا، أنا أكون فيرونيكا. الفيربو أفيري،
حرف ال H non voci مالوش صوت. io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Leggiamo ancora. ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno. وجايب لي مثال هنا. ho 24 anni. أنا عندي 24 سنة. sono italiano. أكون إيطالي. تو invece chi sei؟ وأنت إيه؟ كي دي فرنسا؟ إيه الفرق بين الفيربو إسري والفيربو أفيري؟ الفيربو إسري تأصل الحالة، الفيربو أفيري تغير الحالة. إزاي؟ لو خدنا مثال أو 24 أني، أنا عندي 24 سنة. لو قلت سونو 4 24 يعني انا هبقى عندي 24 سنة مش هتغير. افيري متغير. افامي انا اشعر بالجوع. لو حطيت اسري هفضل جعان طول العمر. عشان كده بستخدم فيرب اسري في الجنسية. ولد ولا بنت. جنسيتك ايه. لون بشرتك ايه. الحاجات المتأصلة في الشكل او مقايل قابلة للتغير. الفيرب افيري فعل حالي. النهاردة أنا فقير بكرة غني. تمام؟ نظري قوي لما أكبر هيبقى ضعيف، فما ينفعش أقول تأصل غير مع فيرب أفيري. إسري تأصل الحالة، الحالة ثابتة، جنسيتك، لون بشرتك، نوعك. إنما أفيري حالات مؤقتة. تمام؟ نشوف الصورة اللي بعد كده. كي أوري سونو. كام الوقت؟ الساعة كام؟ إلى أونا الواحدة. أول صورة إلى أونا. سونو لدوي الساعة 2. سونو لدوي إي تشينكوي الساعة 2 و5. سونو لكواترو إي أون كواترو الساعة 4 وربع. سونو لكواترو إي أون كواترو الساعة 4 وربع. سونو لكواترو إي ميتسا الساعة 4 ونص. سونو لكواتري مينو أون كواترو الساعة 4 إلا ربع. يبقى تاني. إلى أونا. سونو لدوي. Sono le 2 e 5, sono le 4 e un quattro, sono le 4 e mezza, sono le 4 meno un quattro, sono le 13, الساعة 13 يعني واحدة ظهرا. أنا بسأل على الساعة بكلمة كي أوري سونو. بون 31 أكتوبر 31 أكتوبر، ultimo giorno di ottobre آخر يوم في أكتوبر. بون هالوين اللي هو عيد الرعب، ان كل واحد بيعمل حاجة برا ويحتفل بيها. بون 31 اكتوبر ultimo giorno di ottobre. بون هالوين. بعد المصحات كون الفيربو parlare. نشوفها كده مع بعض. io parlo con te. io parlo con te. اتحدث معك. io parlo da te. اتحدث عنك. io parlo per te. اتحدث نيابة عنك. يبقى بارلاري لو جت مع كون يبقى مع، لو كان عندي عن، لو بير نيابة عن. تاني. io parlo con te. io parlo da te. io parlo per te. ده المصطلحات الفيربو بارلاري. فاتمي دوي لتر دي كافيه. اعمل لي لترين قهوة. فاتمي دوي لتر دي كافيه. الشعوب الإيطالية مدمنة قهوة. فاتمي دوي لتري دي كافي. كوالي اي ايهما. كوالي اي ايهما. بريزنتي انديكاتيفو فيربي ريجولاري. انا عندي الافعال في اللغة الايطالية تقسم الى ثلاثة مجموعات. اري اري ايري. افعال مجموعة اولى تنتهي بالمقطع اري. مقطع تاني ايري. المقطع التالت ايري. أي فعل في اللغة ده في أفعال قياسية، والفعل القياسي في اللغة هو الفعل الذي تكون نهايته في المصدر أو جذره في المصدر هو نهايته جذره في التصريف. طب إيه المقصود بتصريف الفعل؟ تصريف الفعل في اللغة هو وضع الفعل في زمن معين مع ضمير معين. نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل موضوع الأفعال. نشوفكم بعد الفاصل. تشاو وازا تشاو.
تشاو دوبو باوزا، اهلا بيكم بعد الفاصل. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن حاجه اسمها الافعال، وان الافعال في اللغه الايطاليه تقسم الى جزئين، افعال قياسيه وافعال شاذه. الافعال القياسيه في اللغه الايطاليه جذرها في المصدر هو نفس جذرها في التصريف. طب ايه المقصود بتصريف الفعل؟ تصريف الفعل هو وضع الفعل في زمن معين مع ضمير معين. هنشوف الافعال المقسمه عندي لثلاث مجموعات، اري ايري ايري. الفعل يتكون من جذر زائد نهائي. الجذر هو شكل الفعل بدون علامة المصدر. تعال نشوف كده معانا في الصورة عشان نفهم هو بنقول ايه. كلمة برونومي في الجدول اول حاجة عندي اسمها برونومي، ضمير جاب لي فعل بينتهي بالمقطع اري، زي فعل اماري يحب، سكريفيري يكتب، سنتيري يشعر. اماري فعل مجموعة اولى، لان القاعدة بتقول لي افعال المجموعة الاولى تنتهي بالمقطع اري. سكريفيري إيري، أفعال المجموعة الثانية إيري. سنتيري إيري، مقطع ثالثة. عند التصريف يحذف علامة المجموعة آري وإيري وإيري، ويبقى الفعل جذره ثابت أم في كل الحالات، يبقى ده فعل اسم بنسميه ريجولاري، قياسي وليس شاذ. لو اختلف الجذر أم ده عن الجذر في المصدر بنسميه فعل شاذ، والحل الوحيد حفظ التصريف. طب عاوز اصرف فعل انا احب، ايو امو، تو امي، لوي لي اما، نوي اميامو، فوي اماتي، لورو امانو. تاني، امو، امي، اما، اميامو، اماتي، امانو. سكريفيري، بشيل ايري يبقى الجذر سكريف. طالما متطابق في كل الحالات بنسميه ريجولاري، سكريفو، سكريفي، سكريفي، سكريفيامو، سكريفيتي، سكريفونو. سنتيري، سنتو، سنتي، سنتي، سنتيامو، سنتيتي، سنتونو. يبقى ده تصريفات الافعال. استخدام الضمائر غير ملزم في اللغه الايطاليه، ممكن اقول ايو امو لا تشيتو، انا احب مصر. صح، امو جيتو، احب مصر. امو ايطاليا، ايو امو ايطاليا. في اللغه الدارجه اقول امو ايطاليا، مش لازم اقول ايو امو، انا احب. شوف الصوره اللي بعد كده بتقول ايه. فادو امانجاري نونا، فادو امانجاري كوما نونا. الفرق، فادو امانجاري نونا هنا يذهب للاكل مع الجده، فادو امانجاري فيرجولا نونا يا جدتي انا رايح اكل. الابسطروف او الفيرجولا في اللغه الايطاليه تدل على حاجه اسمها الفوجاتيفو، المنادى. ده الفرق بين الجمله دي والجمله دي. شوف الصوره اللي بعد كده. بريما كوزا دافاري اوتشي ريجولاري الميو بريمو بونجورنو، اول ترتيبي في اليوم ان انا اهديكو صباح الخير. توتي امياي اميتشي ايتت فيسبوك ايتانتي كوري داموري الكاس. هنا زي تعبير عن الصداقة والحب، اول حاجة ببدأ بها يومي بقول لأصدقائي بونجورنو. تشي اي تشي تسانو، الفرق بين المصطلحين دولت. تشي اي يوجد للمفرد زي كلمة زيريز، تشي تسانو كومي زرار يوجد للجمع. وتشيتسونو وتشيئي دايما لازم الجملة بتاعتها تربط بحرف جر، يوجد في كذا، يوجد على كذا، يوجد إلى كذا. وجايب لي مثال نومي سينجولاري، تشيئي الاسم بعديها مفرد، تشيتسونو نومي بلولاري. تشيئي سول تافولا يوجد على الترابيزة، تشيئي اون ليبرو كتاب، نون تشيئي نسونو ان كازا مفيش حد في المنزل، تشيلو تسيكو نيلا كافي يوجد قهوة او سكر في القهوة. تشيتسونو سول تافولا تشيتسونو تري ليبري تلات كتب، هنا كان اون ليبرو كتاب. تشيتسونو اي بسكوتي بير لا كولاتسيوني يوجد بسكويت للغداء جمع. تشيتسونو ترينتي تشينتو ستانتا تشينكوي يوجد 365 يوم ان اون انو في العام.
يبقى الخلاصة تشي إيه يوجد بعدها اسم مفرد، تشي تسون يوجد بعدها اسم جمع. هنا معايدة. بونجورنو إيكي كويستو جورنو أبيا إنيتسيو كون لا جويا نيل كوري. صباح الخير دي أول حاجة أتبدأ بها يومي مع تمنياتي من قلبي. بونجورناتا بيوم جميل. بونجورنو إيكي كويستو جورنو أبيا إنيتسيو كون لا جويا نيل كوري. بونا جورناتا. مي انتريسا مولتو الفطورو فضولي للمستقبل. إلي كي باسيرو الريستو ديلا ميا فيتا هو اللي بيخليني أستمر في الحياة. يعني التشوق للمستقبل هو اللي خليني قادر إن أنا أكمل بقية حياتي. ده مصطلح إيطالي. طيب تعال نبدأ بقى حل امتحان جديد الزام جنرالي امتحان عام. برضو نراجع موضوع الامتحانات لان دي بتبقى مهمة جدا ان انا اقدر اطبق اللي انا اتعلمته. اول حاجة زي ما اتفقنا بتقابلني في الامتحان ميكيامو او ليتشيل تيستو اقرأ النص. ميكيامو باولا ادعى باولا سونو اونا ستودينتسا ايطاليانا انا اكون طالبة ايطالية. ان اونا سكولا سوبريارو ان اونا سكولا سوبريوري انا طالبة في مدرسة ثانوي. ايو ايليميي أميكي أنا وصديقاتي أبيامو بنساتو بنفكر إن إحنا أفارق فيستا ألا فيني دير أنو إن إحنا نعمل حفلة نهاية العام. تاني ميكيامو باولا سونو أنا ستودينتسا إيطاليانا إن أونا سكولا سوبريوري إيو إلا مي أميكي أبيامو بنساتو أفارق أون فيستا ألا فيني دير أنو. Abbiamo preparato tanti piatti e dolci. احنا عدينا العديد من الاطباق والحلويات. Anna ha cucinato. Anna ha عدت بستيكي. بستيكي e spaghetti. عدت بعض الاشياء والسباكيتي. Maria ha presentato fettuccini. بعض المقبلات e insalata. والسلطة. Sara ha بروبراتو بيتزيتي أعد بعض البيتزات الصغيرة. لي بروفيسوريسي مدرساتي أنو رينجانيزاتو توتي لي ريغاتسي شكروا كل الطالبات. تاني أبيامو بروبراتو تانتو بياتي إي دولتشي أنا أ كونشاتو بيستيكي إي سباكيتي ماريا أ بريزنتاتو فيتيتشيني إي إنسالاتا سارة أ بورتاتو بيتزيتي le professoresse hanno ringraziato tutti la le ragazze. هنا زي ما قلنا التيمة كان الشخصية الرئيسية فيها باولا وزميلتها في الفصل عاوزين يعملوا حفلة لنهاية العام الدراسي. كل واحدة فيهم أعدت بعض الحلويات والمقبلات وبعض قطع البيتزا الصغيرة. وبعد ما نهوا الحفلة المدرسات بتاعتهم شكروهم على مجهودهم. نشوف بقى أول سؤال عندي ريسبوندي على دوماندي أجب على الأسئلة. إن كوالي سكولا إي باولا إن كوالي سكولا إي باولا باولا في أنهي مدرسة؟ إليمنتاري ابتدائي سوبريوري ثانوي ميديا إعدادي. إن كوالي سكولا إي باولا إليمنتاري سوبريوري ميديا. كي كوزا آ كوتشيناتو ماريا che cosa ha cucinato Maria? Mesa طبخت ماريا. ماريا عملت ايه؟ سباكيتي فيتتشيني بيتزيتي. che cosa ha cucinato Maria? سباكيتي فيتتشيني بيتزيتي. 3 che cosa hanno fatto le professoresse? che cosa hanno fatto le professoresse? Mesa عملت المدرسات عملت الاولاد ايه؟ hanno ringraziato alcune ragazze شكر بعض الطالبات. hanno ringraziato tutti la classe شكرت كل اللي في الفصل. non hanno fatto niente ما عملوش حاجة نهائي. la risposta الإجابة. نشوف الإجابة على الثلاث أسئلة وزي ما قلنا قبل كده ندقق في الإجابة جدا لأن ممكن يبقى كلمة أو معنى أو أداة نفي تغير المينينج كله.
ان كوالي سكولا اي باولا. باولا في انهي مدرسه؟ اليمنتاري، سوبريوري، ميديا. يبقى ان كوالي سكولا باولا، باولا اي سوبريوري، باولا موجوده في مدرسه ثانوي. دوي كوزا ا كوتشيناتو ماريا، ماريا طبخت لهم ايه وجهزت لهم ايه؟ ماريا عملت فيتيتشيني. نون سباكيتي نون بياتزيتي. يبقى كي كوزا ا كوتشيناتو ماريا، ماريا ا كوتشيناتو فيتيتشيني. 3 كي كوزا انو فاتو لي بروفيسوريسا، كي كوزا انو فاتو لي بروفيسوريسا، لي بروفيسوريسا انو رينغرازاتو توتي لا كلاسي. يبقى الإجابة الصحيحة إن المدرسة شكرت كل الفصل، مشكرتش بنتين فقط، كل البنات. توتي لي ريجاتسي. فيرو إي فالسو، صح أو خطأ. وقلنا قبل كده ركز قوي لأن ممكن كلمة أو معنى يفرق معايا. نحل مع بعض كده. باولا إي أون ستودينتيسا إيجيبسيانا، باولا تكون بنت مصرية. دوي انا ا بريباراتو لا بيستيكي، الاسباكيتي سونو ان تيبو دي باستا، الاسباكيتي نوع من انواع المكرونات. شوف اجابة اول سؤال، باولا اي اونا ستودينتيسا ايجيبسيانا، فالسو، باولا اي اونا ستودينتيسا ايطاليانا، باولا تكون فتاة ايطالية. انا ا بريباراتو لا لي بيستيكي هتبقى فيرو، انا ha preparato le pestitiche. Le spaghetti sono un tipo di pasta. Le spaghetti nome من انواع المكرونات او المعجنات. vero. يبقى ده السؤال اللي كان موجود عندي على التيمه اللي موجوده عندي وبتقول ايه وبتتكلم عن ايه. في حل اي تيمه في اللغه الايطاليه لازم زي ما قلنا احدد الاشخاص، احط خط تحت الاسئله، اسماء الاشخاص، اسماء الاعلام، بيتكلموا عن ايه، بيقولوا ايه، عشان ابقى قادر وانا بحل احل بصوره بسيطه. اركز جدا ان الجمله ما فيهاش ادوات نفي، ما فيهاش اسئله زي كلمه سلطانتو او سولا او انسيمي، كلمه معا او لا او بمفرده، لان الكلمه دي ممكن توقعني ان انا احل السؤال غلط واضيع مني درجه. طيب لما اجي احل، احل اترجم بصوره صحيحه، افهم القطع بتقول على ايه الشيء الكامل بتاعه. وعلميا اول معلومه بتيجي في ذهن الطالب هي المعلومه الصحيحه. لو عندك اسئله اختياري اول حاجه عقلك بيقول لك هي دي الصح هتلاقي كذا. اللغه الايطاليه مترابطه معاها بصيغه حاجه اسمها موزيكالي، يعني دايما اقول لك راجاتسو التا او او، ما ينفعش اقول راجاتسو التا، ما تجيش. 90% من حل الاسئله موجود في الورقه. لما تيجي تحل حل بصورة هادئة وصورة صحيحة. اشوفكم الحلقة القادمة، دي كانت نهاية حلقتنا. اشوفكم الحلقة القادمة. تشاو رجاتسي، تشاو.